الأستاذ مسكيني كان يرافع ويقوم بوصف بعض الممارسات وتستعمل بعض الأوصاف شوية خادشة. أنا قلت هذه يعني أوصاف خادشة يعني أنزه يعني من ذكر هذه الأمور. هذه العبارة الخادشة، هذا التوصيف الخادش، يعني توفيق وقف وبغى يتكلم على المحكمة. يلا غير يقول الحرف الأول. جا زهراج من آخر جلسة يجري وتيرفع الصوت ديالو وتيقول لي ماشي دار بوك، هذه ما عندكش الحق تتكلم. جا بصوت مرتفع، جا وقف بينه وبين المحكمة، يعني زهراج جا وقف بينه وبين المحكمة، بين توفيق والرئاسة. هنا هاد الحركة استفزت توفيق، دفعو قال لي ما توقفش قدامي، فأنا تصدعت. هادشي اللي كاين. المهم مشكلة في الحق، والله إلا مشكلة. المهم يعني حنا بغينا مرافع في القانون، ما تيرافعوش في القانون للأسف، تيرافعوش في القانون، تيرافعو مرافعات تستفز، يعني تعيا ما تصبح. اللي وقع هو انك الاستاذ المسكيني ورافع قاطعه السيد توفيق بو عشرين. دخلت انا قلت للسيد رئيس الجلسه راه ما عندوش الحق يقاطعه، هو يدفعني، دفعني بكل وقاحه امام الدفاع ديالو امام الجميع. هني بالبيد الذي يدفعني. السيد توفيق بو عشرين بغى محاكمه ديليكس، بغى مرافعات على المنوال ديالو. ما يمكنش حنا غنديروا مرافعات على المنوال ديالو، وما يمكنش غادي نمشيو وفق الشروط اللي بغا هو، غنمشيو وفق القناعات ديالنا بالقضيه الموكلات ديالنا وبالاعتداء وبحجم الضرر اللي لحقهم. محامينا تحرك في المحكمه كيف بغيت، لا ما وصلتش لعند كاع الاطلاق. انا كنت كنتكلم مع المحكمه بجواريه، ولكن لم اؤدي ولادنا، والزملاء والزميلات حاضرين، الكاميرا حاضره، الهيئه القضائيه حاضره، كاتب الضبط كجهه مستقله حاضره، الجميع. واش حتى واحد هادو بالعكس شافوا الاعتداء وقع على الاستاذ زهراج داخل القاعه؟ ابدا، ولا زميل من الزملاء تهجم عليه، بالعكس كل الزملاء، لا الاستاذ حبيب حجي ولا الاستاذ بنجلون تويبي ولا الاستاذ المسكيني، لحد الان كل المرافعات ديالهم في القانون وفي اطار المتابعه وفي اطار بسط الضرر اللاحق بما لاحق بالمنوبات عنه. غيتسجل اكيد، غيتسجل وغادي ناكدوا على المتابعه، لانها جنحه وجريمه من جرائم الجلسات. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.